أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من حصة البلاد اليوم. تم افتتاح بالأمس المعرض الدولي للكتاب في طبعته 23. تقريبا هذا المعرض أوصلون الحدث الثقافي الوحيد للأسف الشديد الذي يصنع نوعا ما جدلا في الساحة الثقافية، ولكن هذا الجدل كثيرا ما يكون جدلا هامشيا وليس جدلا حقيقيا في عمق عالم الفكر والأدب في الجزائر. صالون الدولي للكتاب في الجزائر يصنف كثالث أكبر معرض دولي للكتاب بالمستوى أو على المستوى الدولي والعالمي من حيث نسبة المبيعات ومن حيث عدد الزوار والزائرين. هل حقيقة أن هذا التصنيف ثالث معرض أكبر، ثالث أكبر معرض دولي للكتاب، يعبر حقيقة عن عالم القراءة في الجزائر؟ وهل زوار المعرض الدولي للكتاب في الجزائر هم قراء حقيقة أم مجرد زوار وسياح فقط؟ الفعل الثقافي في الجزائر، ماذا يمكن أن يضيف هذا المعرض الدولي للكتاب الذي بات في المرحلة الأخيرة عبارة عن حدث يكرر نفسه في كل مرة، مجرد عرض للكتب فقط، لا يضيف شيئا بشيء من النمطية، لا يضيف شيئا إلى عالم الثقافة أو يضيف قيمة إضافية لعالم الكتاب. سنتكلم على كل هذا الأمر مشاهدينا الكرام على الصالون الدولي للكتاب، عالم القراءة وعالم الكتاب في الجزائر، مع ضيفي في الاستوديو، مع ضيفي في الاستوديو، سيد حسان بن عمان صاحب دار نشر الأمة. سي حسان مرحبا بك، شكرا على قبولك الدعوة. شكرا جزيلا على هذه الدعوة، أهلا وسهلا بكم. شكرا. ويحضر معي سيد بن موسى الأحرش كاتب والمؤلف. سيد بن موسى مرحبا بك، شكرا على قبولك الدعوة. مرحبا. شكرا. للأمانة سي بن موسى الأحرش هو مدقق اللغوي في قناة البلاد. شكرا سي حسن. أو نبدأ بالأستاذ بن موسى الأحرش، وهو يعني يشارك في المعرض الدولي للكتاب بكتاب اسمه إبليس يقترب من الكعبة. ما بال إبليس سيد موسى الأحرش هذا الكتاب؟ لو تعطينا مختصر عن الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عنوان لمجموعة من الأحلام، يعني حلم من الأحلام بعنوان إبليس يقترب من الكعبة، نشر في سنوات سابقة، ورأيته أنه يعبر فعلا عن واقع اجتماعي، واقع دولي، واقع إقليمي للأمة العربية، الأمة الإسلامية، والخطر الذي يحدق بها والذي تراه أنه يمكن أن يطيح بها إن صح التعبير، وهو عنوان كما أتخيله أنا شخصيا يمكن أن يكون فعلا واقعا وليس حلما بهذا. كيف اقترب إبليس من الكعبة؟ ما هي ظروف يعني؟ ظروف هيأتها له الأمة العربية، هيأتها له السياسة الإقليمية العربية الإسلامية. هذا هو الذي دعا أو جعل من اقتراب إبليس من الكعبة أمرا سهلا، ولكن طبعا لا يمكن أن نغفل الرؤية الواقعية في بعض الأحوال لعناصر أو لجزء يعبر عن هذا الضمير العربي، ممكن أنه يقاوم هذا الإبليس في يوم من الأيام ويحرقه. نعم، سنتكلم عن الضمير العربي وكيف يمكن أن يقاوم إبليس ويحرقه ولا يجعله يقترب من الكعبة من خلال ربما وعي الضمير العربي، وكذلك وعي الضمير العربي كما قلنا، وهذا من خلال عالم الكتاب وعالم القراءة وعالم الثقافة. سيد حسن بن عمان، افتتحنا بالأمس المعرض الدولي للكتاب، قلنا تقريبا هذا الحدث أصبح يكرر نفسه في كل مرة، حدث نمطي، ما فيش جديد، ما فيش إضافة. ماذا يمكن في البداية أن تقول لنا على المعرض الدولي للكتاب الذي افتتح بالأمس؟ هل من جديد؟ هل من اختلاف أو على الأقل بالسنة الفارطة؟ بعدين نغوص في المعرض الدولي للكتاب وكذلك علاقته بعالم الثقافة والفكر. شكرا لك رشيد. ولو أنك قد بدأت الموضوع بنظرة نقدية فيما يخص المعرض الدولي للكتاب، ولكنه في حقيقة الأمر هذا المعرض
ليس فقط شجرة التي تغطي الغابة، هذه على أساس أنه هناك غابة، فأنا غالبا أشبهه بتلك الشمعة التي تنير العتمة. الحقيقة وجود هذا المعرض في حد ذاته يعتبر حدث ويعتبر إنجاز، وهو تقريبا أصبح الآن المنفذ الوحيد والشاشة الوحيدة التي ممكن أن نتعرف من خلالها على واقع الكتاب في الجزائر. طبعا الزائر المعرض والمشارك فيه مباشرة كمحرك له وزاوية النظر تختلف، وهناك نظرة نقدية من الداخل ونظرة من جمالية ربما حتى من الخارج، فهناك يعني ميزان يجب حسن لما نتكلم على الطبعة 23. نعم. ولا تزال بهذه النمطية بهذا التكرار لنفسه، يعني تقريبا لا يصنع المعرض الدولي لكتاب الجدل مثل ما يصنعه في دول أخرى أو في عواصم أخرى أين يصنع حقيقة هذه جدل. هذه نظرة المجتمع، ونعود إلى الأستاذ الأحرش الذي أعطى صورا من الواقع ليبرر بها أحلام، فهي مفاده ما يحدث في المعرض الدولي للكتاب. لو زرت المعارض عبر الدولية، كل المعارض الدولية التي زرتها كلها نفس الشيء، تنظيما مساحة مشاركين عدد المشاركين قد يختلف، هذه السنة تشارك دولة زيادة أو ناشر زيادة أو نقصان، فهذا الجزء التنظيمي في الحقيقة يبقى هو هو، لكن الهاجس والموضوع الأساسي للمعرض هل هو يحرك المشهد الثقافي؟ هل يكون النقد على ما هي الكتب التي صدرت؟ هل هناك موائد تتحدث عن كتب حدثت يعني موجودة في المعرض وحركت الموضوع ووضعت أسئلة يعني، فهل هذا هي النظرة التي سوف ننظر من خلالها إلى المعرض؟ للأسف يعني هو هنا تخطرني ذكرى أو يعني حكمة قرأتها في مكان ما، وذل هي تلك الصورة الجميلة أو ذلك الرسم الذي قام به أحد المبدعين، وضعه في طارك في قارعة الطريق، وضعها أمام أقلام وقال أين هي الأخطاء، فرجع فلقى أن اللوحة تاعه كلها أصبحت يعني كلها أخطاء، فعاد ورسم لوحة أخرى ووضع نفس اللوحة وكتب إن وجدتم خطأ فصححوه، فلم يجد أي خربشة على لوحته. إذن انتقاد المعرض شيء جميل لتحسين، ونحن ننتقده من الداخل بحكم أننا يعني أنا شخصيا كنت من يعني من المنظمين لهذا المعرض طيلة فترة طويلة، وأشارك فيه منذ عودتي في سنة 2000، يعني لنا 18 بالنسبة لدار الأمة هي 18 مشاركة في هذا المعرض، فعارف ما هي ما هو الجديد، التنظيم الجديد، التحسينات التي قام فيها المعرض. نعطيك نقطة فقط إيجابية، أن مثلا هذه السنة هناك الابليكيشن يعني على سمارت فون اللي ممكن من خلاله أنت تعرف على العنوان، تعرف على دار النشر، تجد مكانها، فهناك هناك تحسينات. الآن إذا كنا نتحدث عن المشهد الثقافي، فالمعرض ليس مسؤولاً عن المشهد الثقافي، المشهد الثقافي عامة طيلة السنة. نعم، خلينا ربما نطرح هذا السؤال على سيد بن موسى الأحرش، نتكلموا هل سيد بن موسى الأحرش أنه المعرض الدولي للكتاب ليس مسؤول على تحريك الفعل الثقافي أو تحريك عالم الثقافة في الجزائر، أم أنه مدام في الجزائر هذا الحدث الوحيد والوحيد الثقافي للأسف الشديد ليخلي الجزائريون مرتبطين أو على الأقل يعودون إلى يتصالحون مع الكتاب، كان من المفروض أنه يكون له دور ودور هام في تحريك الفعل الثقافي؟ طبعا لا ننكر أهمية المعارض الثقافية والمعارض الكتاب على بوجه الخصوص في تثقيف الشخص، في تثقيف الجزائري، لكن يبقى الجانب الآخر خارج المعرض، معرض الكتاب، هو التوجيه، هو التوعية، هو إرشاد الطفل منذ ربما الحضانة، ربما المدرسة الابتدائية والمتوسط والثانوي، لتوجيه الطالب ومرافقته للمعرض هذا نفسه. ربما قد يقول البعض أن خطأ، لأن نجد في بعض الأوقات هناك من يزور المعرض يقتني مجموعة من الكتب ليزين بها فقط، لكن قراءة الكتاب والحث، حث التلميذ، حث الطفل على المطالعة وإعطائه عناوين معينة أو توجيها معينا في قراءة في زيارة المعرض أولا واقتناء العنوان المناسب له، إذا لم يستطع هو أن يختار العنوان الذي يناسب سنه أو مستواه الثقافي أو لا، لابد أن يكون معه مرافق، لابد أن يكون معه جميل. ولكن أستاذ موسى خلينا نقعد ربما في هذه النقطة حتى نروح لنقطة أخرى. قلنا حسن بن عمان قال بأنه المعرض الدولي للكتاب غير مسؤول على تحريك الفعل الثقافي، ما رأيك يعني على الأقل تعليقك على هذا الأمر؟ نظريا نعم، ولكن موضوعيا
مسؤول بطريقة أو بأخرى. لأن المعرض شعاره، شعار المعرض في نسيت شعار المعرض في هذا لهذه السنة، لهذه السنة تتذكر القارئ من القارئ الكاتب من الكاتب للقارئ، هذا هذا الشعار كان مفقودا سابقا. لما تقرن القارئ مع ما هو معروض، مع المثقف الجزائري ما هو مع ما هو معروض، هنا يكمل التوافق، يكمل التكامل إن صح التعبير. وبالتالي فنهاية المطاف أن الكتاب، أن المعرض مسؤول بطريقة أو بأخرى. نعم، مسؤول عمليا أو بأخرى يعني عمليا في تحريك الفعل الثقافي. أستاذ حسن بن نعمان، فيه من يقول أو يعيب على المعرض الدولي للكتاب على أنه لا يحرك الفعل الثقافي في الجزائر، وإن كنت لا تحمله المسؤولية، وهذا ربما رأيك. فيه من يقول بأنه المعرض الدولي للكتاب في الجزائر محشو أكثر من اللازم بقواميس وبكتب للطبخ وبمصاحف، وإن كان من المفروض أنه المصحف لا يباع في معرض دولي للكتاب. يقولوا بأنه المعرض الدولي للكتاب في الجزائر محشو بكتب من هذا القبيل، وليس بكتب ذات نوعية فكرية التي تستطيع أن تصنع جدل أو تستطيع أن تحرك المياه الراكدة في ساحة ثقافية. جيد، أنت تطرح سؤال فيه وجهتي نظر أو فيه زاويتين للإجابة عليه، من ناحية الثقافية ولا من ناحية تحرير هذا المشهد الثقافي، ومن ناحية أخرى وهي ناحية اقتصادية بحتة. فلو أتينا إلى المعرض الدولي للكتاب، ماذا يقرأ الجزائري ولا أو ماذا يبحث الطالب، عن ماذا يبحث الطالب خلال المعرض الدولي للكتاب؟ فيصبح الناشر أو العارض مضطر لجلب الكتب على طريقة ما يطلبه المستمعون، وليس على طريقة صح. أنني أريد أن أنشر كتاباً، أن أنشر وعياً، أن أنشر فكراً. هذا يرجع كذلك إلى 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 واقع الكتاب في بلادنا وربما في العالم العربي ككل، وهذا شيء يعني إحنا من بعضنا مثل ما يقول المشارقة، أن الكتاب لم يصبح يعني ضرورية للتكوين الفردي للمواطن العربي. هو الآن نوع من الكمالية أو ضرورية في الامتحان، اجتياز الامتحان، فأصبح الطلب على الكتاب النفعي أكثر منه الطلب على الكتاب التثقيفي. لأن الثقافة العامة أن الإنسان المواطن المثقف لم يعد يرمز له على أساس أنه موجود في قمة، لن أقول قمة، على الأقل في 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 سلم الاجتماعي، أن يكون موجودا في مكان مرموقا. وهنا أذكر نكتة في القاهرة، أنه في عنوان ضبط رجل يعرف القراءة والكتابة، وأصبحت القراءة والكتابة تهمة يعني بين قوسين، يعني دي من باب الدعابة. فلما نأخذ هذه النظرة وهذه زاوية النظر هذه، فنرى أن المعرض الدولي كمحطة يمكن تقييم من خلالها تقييم ما ينتج محليا عند الجزائريين، والتقييم ما ينتجه الناشر الجزائري مع او يعني نوع من يعني الكلمه أن نقيمه بما يعني بما ينشر وينشره الآخرون. هل وصل الكتاب الجزائري شكلا ومحتوى ويعني من ناحية الجمالية، هل وصل إلى ما يفعله اللبنانيون، هل ما وصل إلى ما يفعله الأوروبيون؟ أنا شخصيا أرى نفس الشيء، يعني أرى أننا قطعنا أشواطا كبيرة بالنسبة للناشر الجزائري عبر هذا المعرض، لأنه عملية خبرة، أخذ خبرة، احتكاك مع الآخرين يعطينا الجد. طريقة عرض الكتاب، الأجنحة كيف الآن أصبحت الأجنحة تصمم، يعني هذا يعني من الدول القليلة التي يقوم فيها الناشر الخاص بتصميم جناحه وعرضه بهذا الشكل، كيفية استقبال الزوار، كيفية وضع المؤلفين في راحة على أساس أنه هذه حفلات توقيع، هذا بشكل تنظيمي، هذه أشياء كلها تأتي الآن إذا تحدثنا عن موقع الثقافة في الجزائر أو في العالم العربي، ربما تخصص لها حصة أخرى، أو أننا نعبر عنها في بقاء بجملة خفيفة جدا، مثل ما قلت أن الكتاب أصبح من الكماليات وهو جميل. في آخر اهتمامات المواطن. نعم، خليني ربما استغل فرصتك تواجدك معنا أستاذ حسن بن عمان، ما دام تقول بأنه الكتاب في الجزائر أصبح شيء من الكماليات، وحقيقة أنه مثل ما قال الأستاذ موسى بن الحرش، أنه في بعض الأحيان أنه القارئ الجزائري يشتري كتاب من أجل التزيين به رفوف المكاتب في بعض الأحيان، يعني على الأقل. لا، ولكل دي. نعم، ولكن سيد بن حسن بن عمان، كيف يمكن أن من خلال تجربتك، أنت 18 سنة كمشارك دائم في معرض دولي للكتاب، كيف يمكن أن نفسر هذا التناقض بين أن الجزائر تقريبا ثالث معرض دولي للكتاب من حيث المبيعات ومن حيث عدد الزوار ومن حيث أن الجزائريين لا يقرؤون، أو من حيث أن الكتاب في الجزائر شيء من الكماليات؟ يعني تفسر هذا الكم الهائل من الزوار
ونقول احنا في نفس الوقت انه ليست هناك كراء. بكل بساطه يعني نعطيك مثال ان الجزائر في رقعتها الجغرافيه التي عباره عن قاره 2.5 مليون كيلومتر مربع و45 مليون نسمه، كل هؤلاء ليست لهم الا حوالي نقول لك 200 مكتبه كاقصى حد موجوده عبر كل التراب الوطني. 200 مكتبه عبر. مكتبه يعني بمعنى مكتبه رقم مخيف يعني، رقم يعني ليست هناك يعني مقارنة بين هذه الأرقام، مفارقة كبيرة جدا يعني. يعني 40 مليون جزائري عنده 200 مكتبة، يعني كل واحد 500,000 يعني. صح. ولكن في نفس الوقت هذه المكتبة تغلق أبوابها لأنها ليست هناك منافذ لبيع الكتاب. وعندنا في نفس الوقت تقريبا 500,000 أو مليون مطعم، ممكن أو ممكن 2 مليون مقهى و10 مليون مطعم وهكذا يعني، وهلو مجر يعني. في الحقيقة هذا هو الوضع الذي فعلا يجب أن ننظر إليه من هذه الزاوية. واقع ثقافة في بلادنا شيء مؤسف يعني، هذا شيء مؤسف. هذا أحد أسباب زوار كل هؤلاء الزوار. اثنين، ربما أنا من داخل يعني من داخل المعرض عندما ألاحظ كل هذه الجحافل من الزوار الذين يأتون إلى المعرض وهم يخرجون من المعرض، فهل فعلا اقتنوا كتباً؟ أو مجرد زوار فقط أو سياح؟ فهم عبارة عن زوار، وهذه واقع في الجزائر العاصمة أن العائلات ليس لها مكان تذهب ليه، فيتأخذ معها الأبناء وتذهب إلى هناك. شيء آخر، نعود إلى واقع الكتاب، أن القراءة فعل مكتسب. وهذا الفعل المكتسب لازم يجب أن مثل ما قال الأستاذ الحرش يجب أن يعني يوضع في ذهن الإنسان وهو طفل صغير ابتداء من المدرسة حتى يتعود على فعل القراءة، فتصبح عادة القراءة. وبالتالي فعندما يذهب إلى المعرض الدولي أو يدخل إلى مكتبة ليس فقط لاقتناء الكتاب الشبه مدرسي أو الكتاب المدرسي أو الكتاب النفعي الذي ينفعه في بحث فقط، يقرأ من أجل أن يكون نفسه، أن يفتح عقله ويفتح أفاقا جديدة له. لكن هل واقعنا يتعامل مع هذا؟ هناك يعني محاولات. نعم، هناك محاولات. خليني نروح الأستاذ موسى الأحرش. أستاذ موسى، قل لي في ظل هذا التشريح وفي هذا التشخيص الذي نتفق عليه جميعا تقريبا في الجزائر ككتاب أو كقراء أو كدور ناشر أو كفاعلين في المجال الثقافي على أنه نسبة المقروئية ضعيفة وضعيفة في الجزائر، أستاذ حسن بن علمان قدم رقم يعني مخيف تقريبا 200 مكتبة ل 440 مليون جزائري، أستاذ موسى قل لي من يتحمل المسؤولية في ظل هذا الوضع؟ من الذي مسؤول على تحريك الوضع الثقافي وتحريك الفعل تنمية الفعل الثقافي لدى الفرد الجزائري؟ أتمنى أن تقول ليش أنه المسؤولية جماعية. من المسؤول المباشر على هذه العملية؟ والله كاتب أنت أستاذ موسى، كاتب تريد مؤلف دور نشر مشاكل. نعم. عديدة في 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 جملة أو في نعم أريد مسؤول مباشر يعني زاوية من حتى نوجه له أصابع الاتهام. المسؤول المباشر هم دور نشر؟ لا، ليس دور نشر مؤلف، ولكن الكتاب سعر الكتاب بدرجة أولى. أنا يمكن أن أخرج من البيت يطلبون مني 20 كيس حليب، نجيب لهم 20 كيس حليب يعني مدام مدعم، مشكل مدام مدعم. يطلبون مني كتابا أعجز. نعم، في حسابات يعني في حسابات. نعم. في حسابات بالنسبة بالنسبة للأب، بالنسبة للمثقف، بالنسبة للطالب، بالنسبة للتلميذ في جميع المراحل. سي حسن قال كاين 200 مكتبة على مستوى الوطن، مكتبة طبعا لبيع كتاب لبيع الكتب، لكن لو تبحث كم عدد المكتبات البيتية، المكتبات المنزلية، ممكن بالآلاف. هذه المكتبات المنزلية الخاصة متى ملئت، متى صففت فيها الكتب؟ عندما كان الكتاب مدعما. كان الكتاب مدعما، كل ما أتقاضى مرتبي مباشرة أمر إلى مكتب من المكتبات وأحمل معي. هل نقرأ سيد موسى؟ هل نقرأ إذا الكتاب؟ وفر الكتاب أقرأ. يعني من يتربى في عالم كتاب وفي محيط فيه كتب وكذا لابد مجبر على أنه لابد لك. أنت عندك عائلة فينظرون إليك بهذا بمنظار مثقف، عندك كتب، عندك مكتبة أو كذا، مع قليل من التوجيه على الأقل يقرؤون العناوين، وإذا قرأ العنوان ممكن أنه في بين 10 عناوين ممكن أنه يعجبه الكتاب. أستاذ موسى الحرش، ما تشوش بين المؤلفين يعني الجزائريين هم كذلك عندهم شيء من المسؤولية على اعتبار أن
منتوجهم، نوعية المنتوجهم ماهيش يعني في مستوى اللي تحرك ديك الغريزة أو غريزة القراءة يعني من أجل تجلب القارئ الجزائري. لا أعتقد أن الكاتب ما عندوش مسؤولية في هذا المجال. ممكن أنه بدل أن يؤلف كتابا خمسة كتب يؤلف كتابا واحدا. لماذا؟ لأنه يقف أمام نشره عاجزا، لا يستطيع أن ينشره. ممكن هذا عنده مشكل في النشر. يعني في النشر هناك كثير من الكتاب لديهم نسخة أو نسختان أو ثلاثة أو كذا، ينتظرون النشر فلا يستطيعون نشرها نظرا لتكاليف، نظرا لأشياء كثيرة، نظرا للتوزيع. هناك دور نشر لا يتحمل مسؤولية التوزيع. فهل المهم، فمشكل اقتناء الكتاب، مشكل القراءة عادة في نظري في المدة السنوات الأخيرة هذه يرجع إلى سعر الكتاب. نعم حسن بن عمان، سعر الكتاب. ولو أن الأستاذ لحرش ينتعنا قريب جدا وهنا أصدقاء، لكن فيما يخص سعر الكتاب سوف أعطيك يعني مفارقة عجيبة أو منظر سهل جدا. يعني سعر الكتاب في الجزائر غالباً أن تارجت جروب أو القراء أو الذين يقتنون الكتاب هم الطلبة، يعني في سن معين هم يعني الحجم الأكبر من رواد المكتبات الذين يقتنون الكتاب، ولهم ربما إمكانيات مادية لاقتناء الكتاب. يجدون الكتاب غالياً، لكن لو سألت أي طالب في الجامعة الجزائرية من شرقها إلى غربها حتى إلى جنوبها كم يصرف من كتاب يومياً على بيتزا وسجائر وعلى هاتف محمول سوف تجد أن الكتاب فعلاً سعره زايد جداً، لأنه في آخر المطاف كتاب يضاهي سعر بيتزا، ولكن البيتزا تؤكل لأنها فعلاً ربما غذاء أو أنها مهمة أو تلك الجلسة، ولكن الكتاب سوف نستغل سعره. موسى بن لحرش لم أجد فيه سعر، يعني لا أدري كم سعره. ننظر في حدود 700 دينار أو 600 دينار، يعني سعر بيتزا بكل بساطة. يعني مش رح نقول أكثر، وأنا والأسف يعني أن نقارن كتاباً بما يحمله وهذا كتاب دائم وسوف يبقى سنوات وبين فعل زائل في حينه. والسلام عليكم. هذه فقط فيما يخص السعر. نزيد لك كذلك أن التنشئة الاجتماعية للتحدث عنها أستاذ لحرش، أن الناشئة تنشئ على حب القراءة. ربما كل العائلات الجزائرية تعرف أو قد شاهدت أن المنازل في الجزائر كانت دائما فيها زاوية أو مكتبة وتسمى المكتبة. الآن منذ 10 سنوات أغلب الناس المكان الذي يوضع فيه تلفاز وليس هناك أي رف لوضع أي كتاب. صح. وأنا هذا الشيء واضح ولن أتحدى أي شخص، يعني نقول لكم مباشرة اذهبوا وادخلوا إلى بيوتكم، أين هي المكان أو الرفوف التي كانت توضع فيها الكتب؟ سوف تجد ذلك فقط في البيوت التي فيها لن أقول مؤلفين لكن مستهلكين الكتاب، وناس مثقفين معينين يقرؤون على الأقل كتابا في السنة، ولن أقول أكثر من هذا. فيعني هناك في مفارقة وتعامل مع الكتاب. نقطة أخرى فيما يخص سعر الكتاب، ونعود نقول سعر الكتاب، أن الذي يحدد سعر الكتاب أيضا هو كمية السحب التي تعود على المؤلف بالفائدة، طبعا لأن لديه نسبة مئوية من المبيعات. صح. فهذه كمية السحب تنقص من تكاليف الثابتة في إنجاز الكتاب. يعني لما تتكلم على نسبة السحب سيد حسن بن عمان، كمية السحب نعم تتكلم على نسبة جاذبية هذا الكتاب بالنسبة للقارئ. الحقيقة ليست في الجاذبية فقط. فربما يعني نعطيك أرقام. في السنوات التسعينيات كنا يعني نقولوا بلي معدل السحب في الجزائر كان 2000 إلى 3000 نسخة، وهذا كان موجود في العالم العربي. ربما في بعض البلدان مثل العراق السحب يذهب إلى أكثر من هذه الأرقام، وأقول معدل ولست أقول يعني عنوان بعينه. الآن نحن في 2018 نتحدث عن 1000 نسخة، والرقم الذهبي مثل ما نقال بيننا كناشرين، الرقم الذهبي قد نزل إلى 500 نسخة. فعندما نتحدث عن 500,000 نسخة، 500 نسخة مش 500 نسخة أو 1000 نسخة، فهناك فعلا مشكلة كبيرة جدا. يعني ماذا يحدث في هذا العالم العربي حيث الكتاب لا يقرأ؟ وهذا شيء ليس خاص فقط في الجزائر، هذا على مستوى رقعة العالم العربي. جميل. سأطرح عليك هذا السؤال سيد حسن بن عمان. تصنيف الجزائر في العالم العربي وتصنيف القارئ الجزائري في العالم العربي، وانت زرت ربما الكثير من الصالونات للكتب، هل الجزائري يحتل مرتبة مثلا في المقدم متقدمة في الدول العربية أنه لا يزال يعني في ذيل الترتيب؟ أولا هناك التقاليد
ولا يمكن أن نقيس بلد بدأت فيه الطباعة أو النشر منذ 20 سنة أو من 30 سنة، يعني ابتداء من الحقيقة أو صناعة النشر في الجزائر بدأت في التسعينيات مع بداية التسعينيات والانفتاح نحو النشرين الخواص إلى آخره. أن نقيس أمر مثل هذا مع لبنان التي بدأت في نهاية القرن 19، يعني أو نقيسها مع القاهرة التي منذ الثلاثينيات ومن بداية القرن كانت هناك حركة كبيرة جدا، أو مع العراق أكبر مستهلك للكتاب في العالم العربي. فهناك يعني لازم نضع معايير عادلة لل لكن المؤكد بالنسبة للقارئ الجزائري، وهذا بكلام الناشرين الجزائريين، أن القارئ الجزائري يعني معرض الجزائر فعلا من أكبر المعارض مبيعا للخاص، يعني للقارئ الخاص وليس للمؤسسات. فيه دول ممكن تتجول في معرضها فلا يعني ممكن بعض الناشرين يحدثوا مع بعضهم لأنه ليس هناك زوار، ولكن هناك مبيعات تتم مع المؤسسات. فهذا وقع. القارئ الجزائري يشتري كتاب أو على قلتهم يشترون الكتاب. الزوار يعني في 2 مليون زائر على الأقل، هناك مثلا فنقول 20,000 زائر سوف يقتنون بعض الكتب، لكن الرقم بالنسبة لي أنا رقم رهيب جدا، 20,000 45 مليون، فمفارقة عجيبة. هذه من ناحية. نقطة أخرى كذلك مهمة جدا وهذه لمستها بعد سنة 2000 وخروجنا نحن والكتب ربما من أوائل إن لم أكن أول واحد خرج بالكتاب الجزائري نحو القاهرة نحو بيروت نحو الدول المشرق ثم تونس والجيران تونس والمغرب، فخرجت الكتاب الجزائري. الملاحظة الآن أن العمل الأكاديمي أو المؤلف الجزائري له قدرات كبيرة جدا بحكم أنه كانت هناك جسور مقطوعة بيننا وبين المشرق، والآن يتعرفون على هذه الكتابة وبدأوا يتعرفون فعلا على الكاتب الجزائري. وهنا ربما يعني من باب النكتة أقص عليك يعني قصة صغيرة جدا، لكن إذا سمعت خلينا نسمع القصة حتى يبقى المشاهد الكريم معنا بعد الفاصل، لأنه المخرج يقول انتهى الوقت الجزء الأول من هذه الحصة. مشاهدين الكرام فاصل ونتواصل. عودة مجددة مشاهدينا الكرام لمواصلة ومتابعة حصة البلاد اليوم. قلنا نناقش في هذا العدد المعرض الدولي للكتاب، هذا الحدث الثقافي كما قلنا في المقدمة للأسف الشديد الوحيد الذي يصنع الجدل أو الوحيد الذي يحرك نوعا ما الجمود في الساحة الثقافية. قبل الفاصل كنا نتكلم مع الأستاذ حسن بن نعمان حول ترتيب القارئ الجزائري في الدول العربية، وكنت تكلم على فكرة فيما يتعلق بمعارض دول معارض بعض الدول العربية. تواصل في الفكرة أستاذ حسن بن عمان. وصل في النهاية يعني لما أقول معارض العربية أنه أتحدث عن قارئ، فأنا يعني أيضا أتحدث عن ذلك المؤلف لأنها عملية متكاملة، فالمؤلف يكون أصلا قارئا جيدا. فميزة المؤلف المغاربي تونس الجزائر المغرب أنه همزة وصل بين ثقافتين، أنه على علاقة بثقافة في أوروبا فعنده نظرة أخرى للعالم، ثم أنه جذوره كلها جاية من المشرق. فهذه العلاقة وهذا المزج أعطاه بعد آخر سواء في الرواية أو حتى في الكتاب الأكاديمي. فالكتاب الأكاديمي غالبا يعني ينقص فيه الهواء يعني الشباح مثل ما يقال الرونقة وهذه الأمور، لأنه عملي جدي بالطريقة المنهجية العلمية التي أتتنا من أوروبا، ثم في نفس الوقت يعبر عن الهواجس الموجودة في العالم العربي، إلى درجة أن الآن فيه طلب كبير على الكتاب العلميين في المغرب العربي وكتبنا تصدر إلى هناك. فقلت أنا منذ يعني في حديثي أنه كنت يعني مدير من سنة 2000 وهذا الانفتاح بدأنا نصدر الكتاب الجزائري إلى الخارج. الآن أصبح المؤلف الجزائري هو الذي يعني يصدر نفسه إلى الخارج، وكثير من المؤلفين الجزائريين الآن يطبعون في القاهرة ويطبعون في بيروت وفي عمان. شيء جميل بالنسبة لنا كمؤلفين أو كحركة نشر في بلداننا. وقلت لك منذ قليل أيضا أن هذه الحركة قد وكبت، أنني في نظر في حدود 2008-2009 كنت في معرض أبو ظبي للكتاب، فالغريب أنني وضع يعني الجناح الجزائر على علم الجزائري وكتب موضوعة في الجناح فيها حتى البعض باللغة الفرنسية. فدخل أحد الأمراء ومعه مرافق له فيحدث المرافق على أساس أنه لا يكلمني مباشرة، ويقول له قل له ما سعر الكتاب هذا أو يسأله سؤالا. فجاوبته باللغة العربية فنظر لي ماذا جزائري يتحدث العربية؟ أرأيت تلك الصورة التي يعني موجودة عن الجزائر في العالم العربي ثم أن تتحدثها اللغة العربية فصحى؟ فهذا شيء يعني من الخيال. فهذا الربط وهذا الكتاب وهذا دور الكتاب أنه يربط
تلك الجسور ويعيد الحركة ومثل يعني مثل الدم الذي يسير في جسد الإنسان فينقل ما هو في المغرب إلى المشرق ويأتي بالمشرق إلى المغرب على أساس أن نحن في آخر المطاف جسد واحد. جميل، في آخر المطاف نحن جسد واحد. خليني نطرح سؤال من خلال هذه القصة اللي رويتها، يعني تكلم هذا الأمير في دبي على أنه الجزائري كيف يتحدث لغة عربية. خليني نربط هذه القصة بسؤال القادم على أنه في المرحلة الأخيرة في حدث عربي كبير وهو حدث تحدي القراءة العربي في دبي في بلد هذا الأمير، هذا فاز فيها طفل نعم من الجزائر، أستاذ حسن بن عمان. نربط هذه الحادثة بالسؤال، كيف يمكن أن كذلك أن نفسر سيد حسن بن عمان مشاركة الجزائريين كذلك في الأحداث الثقافية في البلدان العربية، سواء كانت شعرية، سواء في الرواية، سواء كانت في أمور أخرى في القراءة، أو قلنا الطفل من قسنطينة نسيت الاسم تاعه فاز بالمرتبة الأولى وانبهر به العالم العربي، كيف يمكن أن نفسر سيد حسن بن عمان هذا التفوق الجزائري في الأحداث العربية الفكرية وبين هذا إن صح التعبير هذا الحكم التقييمي على أنه الجزائري لا يقرأ ولا يزال لا يقرأ؟ الحقيقة أنك لو أعطيت فرصة هو المساحات الفضاء التي ممكن الفضاء الذي ممكن يترعرع فيه هذا المثقف الجزائري، فهناك إمكانيات، يعني مثل ما يقولوا المادة الخام موجودة، لكن يجب التعامل مع هذه المادة. عندما أتحدث عن إمكانيات فأنت يمكن أن يكون عندك أحسن سيارة وأروع سيارة في العالم، لكن إنما لم تضع فيها بنزين فهذه السيارة لا تتحرك. إذن هناك ما قبل عملية الإبراز أو البروز أو الخروج إلى النور. النظريات الاقتصادية في العالم كلها منذ أن بدأت هناك نظريات حول الاقتصاد السياسي أو من هذا الأمور، يعني ذهب ابن خلدون وذهب بعيدا يعني فتجد أن المؤسس يعني ثروة الأمم أو الثروة الأساسية لأي أمة كانت هي العمل، وعندما يتحدثون عن العمل فهم يتحدثون عن المواطن، عن الكفاءة الموجودة في هذا المواطن. فالاستثمار الأساسي الذي يجب أن يكون، وهذا ما وجدناه عند كل الدول المتقدمة أو حتى التي يعني ممكن نعطيك نماذج، اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية دمرت نهائيا، لكن كان أول همهم هو الاستثمار في المجال الثقافي، لأنه في آخر المطاف هو هذا الاستثمار في الثروة الأساسية لأي بلد التي سوف تأتي فيما بعد في الاقتصادي في كذا. فنحن هنا أيضا في العالم العربي كله قد نستثمر في أشياء، في بنى، في بنى تحتية، في مظاهر خارجية، لكن الأهم هو الاستثمار في المواطن العربي. وهنا كذلك وانا احب ان من احيانا ربما بحكم تعلقتنا الموجوده بالكتب ان ناتي ببعض القصص لنبسط الامور. فعندما بنت الصين سورها العظيم كان لحمايه الصين من الغزاة، ولكن في اخر المطاف تم غزو الصين لانهم صنعوا السور ولم يصنعوا الحارس الذي واقف عند ابواب السور ففتحها ودخل الغزاة. فالمشكله هنا يعني او هذه النظره التي ربما تقريبيه او فلسفيه لموضوع مثل هذا هو أننا لو وضعنا الإمكانيات فالخامة الموجودة المتوفرة لدينا خامة رائعة جدا ولها إمكانيات كبيرة، ولكنها بعيدة عن توجيهها. نعم. أنتهي كذلك وأبدأ كذلك من حيث انتهت أستاذ حسن بن عمان لأطرح سؤال الأستاذ موسى لحرش، كذلك يقول بأنه المادة الخام موجودة. أستاذ موسى لحرش، المادة الخام موجودة، وتقريبا مثل ما تكلمت مع الأستاذ حسن بن عمان على أنه في الكثير من الأحيان وفي الكثير من المناسبات الفكرية في العالم العربي يفوز بها مشاركين جزائريين. سيد حسن بن عمان يتكلم على ضرورة أن يكون فيه إمكانيات. أستاذ موسى، في رأيك طبيعة الإمكانيات التي نتكلم عنها في الجزائر بغض النظر على دور النشر والكتاب والمؤلف، نتكلم على السلطة في حد ذاتها والحكومة، ماذا يمكن أن تقدم من إمكانيات اليوم؟ لما نتكلم على الإمكانيات المالية يقول لك أنه لما تكلم وزارة الثقافة على الغلاف المالي اللي يقدم لدعم الكتاب هو غلاف مالي كبير وكبير جدا. ما هي طبيعة الإمكانيات أستاذ موسى التي ينبغي أن تقدم لعالم الكتاب حتى نفعل أو تكون عندنا تلك النجاعة اللي في القراءة وتنعكس أساساً على المستوى الفكري والثقافي للجزائري؟ والله السؤال معقد شوية وصعب في نفس الوقت. نعم، وأنا كنت أبتغي هذا الأمر. ولكن دائماً بدل أن نحمل المسؤولية للسلطة الحاكمة عندنا فنعود إلى سابق عهدنا بالحكومات السابقة.
الحكومات السابقة في زمن ما قبل 20-30 سنة إلى آخره كان الكتاب الجزائري موصد أبوابه موصدة منغلق على ذاته على بلده لا يقرأه العربي في أي وكان عمل مقصود يعني لإبقاء دار لقمان على حالها أن الجزائريين فرنسيين وأن الجزائريين يؤلفون بالفرنسية وأن كذا إلى آخره. ثم بعد ذلك جاء التفتح مثل ما قال سي حسن تفتح عن دور النشر الجديدة فظهر كتاب جدد الكاتب القديم والكاتب الجديد أوقع صراع الأجيال مثل ما هو معروف صراع الأجيال بينهم وكل كاتب جديد يأتي بطريقة وبأسلوب يقلد فيه ربما كتاب عالميين الجزائري تربى على نمط معين من الكتابة ومن الكتاب تربى عليهم منذ من الثورة أو ما قبل الثورة على كتاب ذوي قيمة ذوي شهرة ذوي أسلوب معروف وألفوه مشارقة طبعا الجزائري الآن القارئ الجزائري وقع في حيصبيس وقع بين القارئ بين الكتابة الفلسفية هذه ربما تعتمد على الألغاز في بعض الأوقات وبالرمز المغلق إلى آخره وكان أبوه سابقا أو عائلته سابقا ألفت نمطا معينا من الكتابة ومن الأفكار يبقى الآن لابد أن تتلاقح الأفكار القديمة والأفكار الجديدة يعني الكتاب الجدد ودفع بالقارئ الجزائري إلى أن يختار ما يقرأ وبالتالي لابد أن يصنف نفسه في هذه الحالة يصنف نفسه بالنسبة للقراء الأجانب القراء العرب يعني في الدول من العربية حتى الإسلامية التي وصلها جزء بسيط من الكتاب الجزائري من الكتاب الجزائري ومن الكتاب الجزائريين تبقى النخبة هذه التي فرضت نفسها على الكتاب المشارقة في لبنان مثل ما أشار سي حسن وفي القاهرة وفي الأردن وفي غير ذلك هؤلاء نماذج معينة نحن نتكلم عن القارئ الجزائري وعن الكتاب الجزائري لابد أن تكون هناك سياسة واضحة جدا سياسة واضحة جدا سياسة هذه الواضحة جدا سيدة موسى لحرش خليني أقول لك هل فيه اهتمام تلمس أنك أنت ككاتب هل في اهتمام ككاتب وقارئ في نفس الوقت هل في اهتمام جدي اهتمام في المستوى من طرف السلطات بعالم الكتاب وعالم القراءة كي يكون اهتمام من الحكومة ككل أو فكرة الحكومة لكن الذي يتقلد المنصب المسؤول مباشرة وزارة الثقافة مثلا وزارة الثقافة مثلا وزارة التربية وزارة التعليم العالي اليوم مثلا في وزارة الثقافة وزير مثقف وكاتب وروائي وهل يعطي هذا الاهتمام؟ المفروض أنه يقدم شيئا جديدا وننتظر منه شيء الكثير وقد بدأ يعني خطوات عملاقة يعني خطوات حثيثة في هذا المجال ولكنه لا قد نحمله في بعض الأوقات نظلمه إذا أكثر كان مما يتحمل نعم. ومسؤولية سابقية جميل خلينا ربما سؤال نطرح نفس السؤال على أستاذ حسن بن عمان أستاذ حسن بن عمان وزير الثقافة وقلت من يتحمل المسؤولية أو ماذا يمكن أن تدعم الحكومة ممثلة في وزارة الثقافة لعالم الكتاب وزير الثقافة الحالي عز الدين مهوبي كاتب وروائي شاعر يعني واحد من ربما الأعمدة العالم الكتاب والقراءة في الجزائر هل يقدم شيء هل وضحت أو بانت معالم ولمسته في هذا المجال والله نقول أن وزارة الثقافة تقوم بما يمكنها القيام به في الظروف الراهنة كان الوزير الأول في افتتاح المعرض تحدث مثلا عن تصدير الكتاب في الجزائر وكان حديثه معي شخصيا يعني فمما قالوا أن الدولة يعني تضع تحت تصرف الناشرين كل الإمكانيات المتوفرة لهذا في حدود المعقول فما بين شحطتين هذه بحدود المعقول أن نحن نقدم لكم حسب إمكانياتنا فاثنين الكتاب في حد ذاته كتاب من يعني من ناحية تقنية شيء نحن كناشرين لا نطلب بمساعدتنا في نشر كتاب نحن نطلب مساعدتنا في صناعة القارئ وليس في صناعة الكتاب المشكلة في صناعة القارئ الدستور يقول في مادة 38 أن الجزائري له حق في الثقافة جيد جدا هذه الجملة من يطبقها
الوزير عز الدين مهوب منذ يعني منذ سنتين أو ثلاثة قال جملة جميلة على أساس أن يجب الاستثمار في المجال الثقافي والخواص يجب فعلا أن يذهبوا نحو هذا الميدان، والدولة يعني مكلفة في شيء واحد وهو رعاية وتوفير المناخ الثقافي الذي يمكن من خلاله أو فيه أن تترعرع تلك الثقافة. إذن هناك هامش خاص بالدولة بسياسة عامة للدولة بالسلطة القائمة على هذا البلد التي توجه نحو إنشاء أو صناعة هذا القارئ أي هذا المواطن. صناعة هذا القارئ وصناعة هذا القارئ، خليني نكمل في نفس الإطار. سيد حسن بن عمام تكلمت على أنه عبد الملك سلال كان في ويحيى هذه السنة نعم، ولكن يوم أمس يعني يوم أمس، ولكن تقريبا هذا الحديث على تصدير الكتاب نظن تقريبا منذ سنتين في افتتاح معرض دولي نظن في سنة 2016 أنا كنت حاضر تكلم عبد الملك سلال على ضرورة التوجه نحو تصدير الكتاب في الجزائر. خليني ربما أطرح عليك سؤال من الشطرين، هل تغير شيء سيد حسن؟ تغيرت بعض القوانين منذ إعلان من السنة الفاتحة هناك تسهيلات فيما يخص إصدار تصدير الكتاب الجزائري نحو الخارج. البنك الجزائري كان يتعامل على أساس استرداد الأموال في مدة 3 أشهر، أصبحنا الآن نتحدث عن سنة. هناك كذلك أشياء يعني بعض القرارات التي أخذت حديثا جدا، مثلا هو تكفل صندوق دعم التصدير بتصدير الثقافة الجزائرية وتصدير الكتاب الجزائري. هناك يعني محاولات تقنية إدارية من ناحية القانونية تساعد أو قلنا في حدود ما هو ممكن. نعم. عندما أقول هذه بين شحطتين فأنا لا أرمي كل ما أتى يعني الجزء المملوء من الكأس فأقول هذا ممتاز، يعني قوانين جديدة تساعد في تصدير الكتاب. لكن الآن عندما أتي لتصدر الكتاب أي كتاب أصدره؟ هذا الكتاب، هل تعرف مثلا أن الكتاب المستورد يأتي أرخص. ويدخل إلى الجزائر ويباع في أسواق جزائرية بأسعار أرخص منه، لأن الجزء الأساسي في صناعة كتاب هو الورق، ونحن نستورد الورق، فنحن نستورد الورق وعليه ضرائب وعليه TVA وعليه لنعيد تصدير، فنصدره يعني بسعر أقل شيء هو 30 أو 40% أغلى من من السوق العالمي. إذن فكيف ننافس في أسواق خارجية؟ اثنين، إمكانياتنا المادية كناشرين أو متعاملين اقتصاديين في ميدان الكتاب. نقول أن هناك مشاكل في توزيع الكتاب في الجزائر لغياب سلسلة التوزيع، لغياب المكتبات، يعني من ناحية تقنية ممكن نحكي فيه موضوع، يعني هي سلسلة كتاب وكل حلقة فيها مشاكل كثيرة جدا. فإذا كنا نحن في سوقنا الداخلي لم نتمكن بعد من يعني الوقوف على أرجلنا يعني كناشرين يعني مؤسسات قوية، فكيف نتحدث عن التصدير والمنافسة في المستوى العالمي؟ نعم، فهناك مفارقة يعني يجب أخذها بعين الاعتبار. نعم، في نفس الإطار أستاذ حسن بن عمان، هل يمكن للجزائر في ظل هذا التشخيص اللي قدمته مشاكلنا كبيرة ومشاكل دور النشر كبيرة، كل سلسلة أو كل حلقة من سلسلة هي عبارة عن 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 بركان من المشاكل، هل يمكن للجزائر، للجزائريين، لدور نشر الجزائرية أن تصبح في يوم ما مصدرة للكتاب في الجزائر، وفي نفس الوقت أن يصبح الكتاب سيد حسن بن عمان كبديل ربما فرع من فروع الاقتصاد البديل في الجزائر؟ ممكن، وممكن جدا، لأن الحلول متوفرة يعني ربما ليس على مستوى عام سنة. أقول ببساطة يعني الذي يفكر قليلا يعني يقول ربما نبني بناية في خلال شهر، لكن إذا أردنا أن نبني يعني شجرة مثمرة فهذا مستحيل ويجب انتظار مدة معينة لنأتي بالثمار، فهذا ممكن جدا والعمليا ممكن جدا. وأعطيك يعني مثال بسيط جدا، منذ أقل من سنة يعني عندما يعني حدث مشكلة في السيارات واقتناء السيارات والمشاكل هذه كلها استيراد السيارات، المهم في صناعة السيارات، فاتخذت إجراءات في 24 ساعة، تم حذف قوانين وتحمحت TVA وحذف وتخفيفات على المؤسسات إلى آخره. يعني هل حدث هذا في الكتاب؟ لم يحدث هذا في الكتاب، مع أنني لو قارنت من رقم الأعمال ما بين الكتاب وما بين صناعة الكتاب ككل، سألتك هل هذه الأمور كافية؟ قلت لي نعم في حدود الإمكان يعني. قلت لست كم أقول كافية، قلت أنها أشياء مشجعة، أنها تساعد قليلا في اتجاه أنه طبعا نرجع لسنوات 5 سنوات من قبل لتصدر كتابا الترانزيتر وبنكا ومش عارف اعتماد بنكي وكذا 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 وبيروقراطية تجعلك في آخر المطاف تترك الكتاب في الجزائر وتذهب لزيارة المعرض في الخارج دون أخذ كتاب معك، لأنك مسبقا سوف تذهب بكتابك لا تخسر. ولا تنسوا أن في هذا الموضوع الناشر هو مؤسسة اقتصادية، وبالتالي فعامل الربح يدخل كذلك في حسابه، أو على الأقل أن أذهب إلى الخارج على الأقل أستفاد في أنه زرت بلدان كثيرة، لكن على الأقل لن أخسر، وإذا اضطريت أن أخسر فأنا أذهب كسائح وفي الحالة هذه لا أخذ كتابي معي، لأنني سوف يعني أخذ عبئاً على الدعم. سيد حسن بن عمان كذلك في نفس الإطار، لو نقارن الإمكانيات اللي تقدمها بلدان العربية
المعروفة في صناعة الكتاب، لبنان، في مصر، في حتى عمان. ما في ليست هناك ضرائب مثلا في بيروت على أي شيء، أي نوع من الضرائب على الكتاب. ليست هناك أي عوائق في طباعة الكتاب، تصديره، استيراده. هناك مناطق حرة لطباعة الكتاب، موجودة في القاهرة، موجودة في عمان، موجودة في بيروت. هذه أشياء متوفرة موجودة. اثنين، حجم العمل الموجود أو الإنجاز من ناحية الكتاب أو كمية الكتب. أن مثلا المصري عن طريق البر فهو يشحن بالكونتينرات، بالحاويات كاملة. فتكلفة الشحن خفيفة جدا. نحن الجزائريون لكي نصدر أي كتاب نحن يجب أن نمر عن طريق الخطوط الجوية، لأنه شحن جوي، والشحن الجوي مكلف 4-5 أضعاف سعر الشحن البحري أو الشحن البري. هناك فعلا فيها عوائق موجودة لدينا، فمن يتكفل بهذه النقطة للعوائق؟ نعطيك نقطة أخرى مثلا، وهذه جديدة جدا يعني، وربما الكثير يتحدث عنها. حسن بن عمان، باختصار في قانون الكتاب 2015 نتحدث عن السعر الموحد للكتاب. جيد جدا، على أساس أن الكتاب يكون في تمرسة والعاصمة بنفس السعر. فمن يتكفل أو يعني بنقل الكتاب، تكاليف النقل من الجزائر العاصمة إلى تمرسة؟ هذا سؤال فقط. وإن أتيتني بجواب، هذا الجواب يكون عن طريق قوانين وقوانين تطبيقية وإلى آخره، تتدخل فيها كل الوزارات وليست وزارة الثقافة، فلا تحملوها عبئاً أكبر منها، لأن وزارة المالية موجودة، لأنها هي صاحبة البنزين، موجودة. ربما الأمر يتجاوز وزارة الثقافة إلى وزارة المالية. هذه نظرة نظرة نظامية سيستميك، يعني نظرة شاملة لموضوع صناعة معينة، صناعة معينة فيها محتوى، فيها منتوج، فيها جميل. فيجب أخذها ككلها على بعضها. أوكي، خليني أطرح سؤال كذلك في نفس الإطار عن الأستاذ موسى الأحرش. أستاذ موسى الأحرش، يتزامن هذا الموضوع أو المعرض الدولي لكتاب هذا الحدث مع طرح قانون مالية لسنة 2019 ومناقشة نواب البرلمان لقانون مالية. يتكلم الأستاذ حسن بن عمان، وهو ربما واحد من الفاعلين في عالم الكتاب وصناعة الكتاب في الجزائر، يتكلم على مجموعة من العراقيل، على مجموعة من النقائص في هذا العالم، عالم الكتاب. ونحن مع مصادقة قانون المالية اللي هو أم القوانين، الذي يأتي فيه طبعا مثل هكذا قوانين يمكن أن تسهل من تصدير أو صناعة الكتاب في الجزائر. في رأيك أستاذ موسى بالأحرش، ماذا يمكن أن نقترح في قانون المالية؟ ماذا يمكن أن نعطي لعالم الكتاب في قانون المالية؟ ونحن دائما نتكلم مثلا في قانون المالية على أسعار السيارات، نتكلم على أسعار البنزين، نتكلم على أسعار المواد المدعمة، ولكن في يوم ما تكلمنا على أسعار الكتب، وماذا يمكن أن يقدم لنا قانون المالية للكتاب حتى يكون في متناول القارئ الجزائري؟ والله في الواقع لا أعتقد أن قانون المالية يتعرض إلى الكتاب صراحة. لا ما عنديش اطلاع على قانون المالية. ما فيش لما ما فيها أي بند ولا أي شيء. ولكن لا أعتقد أنه ينزل إلى القارئ أو إلى الكاتب أو إلى كذا. لكن التدعيم، حتى وإن وجد هناك تدعيم، لابد أن يكون الدعم مباشرة للقارئ، مباشرة، ليس للمؤلف وليس للناشر وليس للطابع وليس مباشرة للقارئ، بالنسبة حتى يستطيع أن يتناول هذا الكتاب ويقرأه. أما أن يصدر قانون وتقول لي ربما تسهيل في تصدير، تسهيل في كذا، تصدير، لكن الورق مثل ما تفضل سي حسن، الورق أنت تصدره، الرام مثلا اللي كان مانيش عارف ب200 ألف واللي ب600 ألف، نوعية الورق. اقترح تدعيم الكتاب مباشرة للقارئ سيد تدعيم حسن. تدعيم الكتاب مباشرة، لكن تكون أموره واضحة، ما تكونش أمور جزء منه يعرفه الناشر وجزء يجهله الجزء الآخر جهلوا القارئ أو الكاتب. فلا بد أن تكون هناك صورة واضحة، قوانين واضحة للناشر وللقارئ، وبالنسبة أيضا حتى الناشر طبعا راح يسهلوا له يستفاد شيء. نعم أستاذ حسن بن نعمان، باختصار شديد، لا حتى ما تكونش فيه استرسال كثير، لأنه بكل بساطة وهذه حتى من ناحية الإجراءات، ونحن نعيش المناقشة قانون المالية. قلت يعني في أول كلامي أن الكتاب أصبح من الكماليات وليس ضرورية. عن طريق قانون المالية ممكن أن نجعل الكتاب من المواد الأولية ذات الضرورية القصوى والمواد الاستراتيجية في بلادنا، وبالتالي نفتح مجالات لقوانين وتسهيلات كبيرة تخص الكتاب، سوف فعلا تأتي بثمارها في بسرعة جدا في واقعنا وفي صناعة الكتاب، بالإضافة طبعا إلى أن نفكر في صناعة القارئ قبل أن نفكر في صناعة الكتاب كمادة.
سيد حسن بن عمان، تم مثلا دعوتكم من طرف لجنة المالية بالبرلمان لمناقشة مثلا هذه المشاكل اللي يعرفها عالم الكتاب ولا اللي يعرفها دور النشر في الجزائر؟ أظن أن الإجراءات هذه تتم على مستوى وزارة الثقافة، وهناك قوانين وهناك إجراءات يعني تتم يعني تداول بين الوزارات لطبعا الحديث على مواضيع مثل هذا. تم دعوتكم من طرف وزارة الثقافة شخصياً على لماذا؟ هي بكل بساطة يعني قل دعوة الناشرين طبعاً يعني الفاعلين في هذا الميدان بالطبع، يعني هناك لجنة قانونية جميل. لجنة الثقافة على مستوى البرلمان سوف تأخذ بعين الاعتبار هذه الهواجس. خليني سيد حسن بن عمان حتى نفتح بعض الأسئلة خفيفة لأنه مبقناش كثير من الوقت. عالم الكتاب والقراءة والمقروئية في الجزائر عالم متشعب ومعقد ويحتاج الكثير من العدد كبير من الحصص. أستاذ حسن بن عمان، هذا العدد وهذه الطبعة من صالون دولي للكتاب، الصين هي ضيفة الشرف. تم نعم كم تكريم الكاتب أو الصيني الموشح بجائزة نوبل نعم للأداب من طرف الوزير الأول أحمد ويحيى. أستاذ حسن بن عمان، الصين كضيفة شرف، ماذا يمكن أن تضيف لنا الصين مثلا؟ الأدب الصيني، الفكر الصيني، ماذا يمكن أن يضيف لنا نحن كجزائري؟ هذه حضارة كبيرة جدا، من أن نرجع إلى التاو وكونفوشيوس ونرجع إلى فكر وجود حتى المدينة أو الفكر السياسي أو الفكر الحضاري الموجود في الصين، هذا يمتد إلى سنوات طويلة. ثم أضيف كلمة أن الصين بعد أن غزت العالم اقتصاديا هي الآن ليست تريد أن تصدر نفسها ثقافيا، وهم الآن الصينيون في عملية منذ سنوات قليلة جدا في عملية الخروج نحو الخارج بثقافتهم، وهم الآن يصدرون الثقافة الصينية، وهناك عمل يتم فعلا مع دول العالم العربي. سيد حسن، تعاملت مع دور النشر الصينية مثلا؟ ليس بعد. اوكي. سيد موسى الأحرش، كذلك في نفس الحدث نعيش ذكرى الفاتح نوفمبر، ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المباركة، وربما ما يمكن أن نتكلم على الكتاب التاريخي، ما يمكن أن نتكلم كذلك على كتابة التاريخ في الجزائر، ما يمكن أن نتكلم كذلك على الحفاظ على الهوية والحفاظ على هذه الهوية الجزائرية والحفاظ على تاريخنا. سيد موسى الأحرش، في رأيك كيف تقيم الكتاب التاريخي ومجال كتابة التاريخ في الجزائر باختصار شديد ما دام نحن نعيش الحدث؟ والله الاهتمام بكتابة التاريخ كان اهتمام من 62 إلى حتى الآن، ربما يكون النقص في الأدب التاريخي، يعني الروايات التاريخية، القصة القصيرة التاريخية، ربما يكون نقص فيها لعدم خبرتنا في هذا المجال. ومن كتب رواية تاريخية أو قصة تاريخية كانت ربما نصف ناجحة أو نصف فاشلة. لكن الاهتمام بالتاريخ، أنا أذكر دكتور أبو القاسم سعد الله في يوم من الأيام قال بالنسبة لتاريخ الثورة، وما نشرت كثير الدكتور، قال في يوم من الأيام في حدود 87-89 تقريبا، قال تاريخ الثورة لا يكتبه أولئك الذين يمتصون أصابع الدولة ويعتبرونها شوكولاتة. قال أنا ما أكتبه، أنا ما أكتبه فهو تسجيل، وسموا ما تكتبونه تسجيلا ويصبح تاريخا بعد أن يزول هذا الرعيل من الذين عاشوا الثورة وعاشوا الحدث حتى لا يكسروا ما كتبتم. جميل. أستاذ حسن بن عمان، الجزائريون يقرؤون كتب تاريخية؟ نعم، وهذا يعني ما أحد اهتمامات دار الأمم منذ نشأتها على الاتحاد، وكتب أنه الدور أو الرواد فيما يخص كتابة شهادات الحية للفاعلين الأساسيين الذين عاشوا الثورة فيحكونها من الداخل، وعلى المؤرخين فيما بعد أن يعني أن يضعوا هذا التاريخ في طريقة علمية. الأستاذ أحمد بن عمان مجاهد، يعني وبالمناسبة نوجه له تحية كبيرة خاصة وخالصة، يهتم كثير يعني بهذا العالم، عالم كتاب التاريخ وكل ما يتعلق بالهوية الجزائرية. لا شك في ذلك، فقد وأوردت حديثا منذ قليل حول الشجرة وكيف يعني كيف تثمر هذه الشجرة. الشجرة لا تعيش بدون كل هذه الجذور، ونأخذ هذا التاريخ أن الجذور الغامقة يعني والغائصة في التاريخ هي التي تجعل لنا الشجرة الحالية. أستاذ موسى الأحرش، الكتاب السياسي غائب كثير في المعرض الدولي للكتاب، وغائب كبير كذلك كثير في العالم الكتاب في الجزائر، من رغم انه فيه لغط كثير سياسيا، يعني يتكلموا كثير في ملئين يعني الـ 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 الوسائل الاعلام كثير، مثل ما قال
يعني كاتب سياسي خل أنه تحل التلفاز تلقى سياسي يتكلم، تحل في الثلاجة تلقى سياسيين يتكلموا، ولكن في من ناحية الكتاب ما يكتبوش الأستاذ موسى الحرش، لأن الكتاب قيد. السياسي الذي يكتب كتابا في السياسة فهو يقيده، وبالنسبة الذي يصرح في قناة أو في قناة تلفزيونية مثلا أو إذاعة فربما سرعان ما تزول، لكن الكتابة السياسية فهي قيد، وربما يخشى القيد نعم. هذا أو يخشى الملاحظات. جميل أستاذ حسن بن عمان، وصلنا إلى نهاية الحصة، ممكن تعطينا هكذا حوصلة صغيرة ولكن باختصار حتى ما تحرجنيش بالنسبة للوقت بالنسبة للكتب اللي راكم عارضينها كدار الأمة في المعرض الدولي؟ والله بدأت بالكتاب السياسي، فهناك كتاب الأستاذ بشير فريك هو عن النواب ونوائب البرلمان الجزائري، وهو حدث سياسي حادث الآن، وهذه وجهة نظر اللي حدث. ثم تحدثنا عن الثورة الجزائرية، وهنا كذلك الدكتور عمار بوحوش يشارك في هذا المعرض بكتاب وهو شهادة حية لمشاركة الطلبة الجزائريين في الثورة، وهنا يعود لأبو القاسم سعد الله في 63 في أمريكا، يعني هم من دفعة الطلبة الذين ذهبوا إلى أمريكا. طبعا دار الأمة لها تخصصات عديدة بين فكرية وتاريخ وأدب. في الأدب لدينا أدب الرحلة مع نجم الدين سيدي عثمان، فيها أدب الهزلي مع مصطفى بونيف، في أسامة محيد، في كريمة الشامي، في الأستاذ موسى. شكرا طبعا معنا أستاذ موسى الحرش. كلمة أخيرة في 30 ثانية. أشكركم. شكرا، وأتمنى النجاح والتطور السريع إن شاء الله لمعرض الكتاب، ويقدم الجديد إن شاء الله في السنوات القادمة. شكرا جزيلا لك الأستاذ موسى الحرش الكاتب والمؤلف. شكرا موصول الأستاذ حسن بن عمان صاحب دار النشر دار الأمة على كل هذه الإيضاحات وعلى هذه الشروحات، وإن كما قلنا أنه عالم الكتاب متشعب كثير ومعقد، ولا ربما لا تكفينا حصة أو 50 دقيقة لمناقشة هذا الموضوع، ولكن على الأقل فتحنا باب النقاش بمناسبة المعرض الدولي للكتاب. متابعة طيبة مع برامج قناة البلاد، ألقاكم أنا غدا إن شاء الله. السلام عليكم.